هلو افري ون، ويلكم باك. ورجعنا تاني يا ولاد بعد الفاصل عشان نحل سؤال جميل 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 خاص بالشانت ريسيستنس وتصنيع الاميتر. واو، احنا عارفين يا ولاد ان الشانت ريسيستنس هي عباره عن سمول ريسيستنس تتصل مع جلفانوميتر، مع ملف جلفانو، عشان يتحول ايه لايه. انا سامعك بتقول ايوه، عشان يتحول الجلفانو الى اميتر. الى اميتر يا ولد. يبقى هنا ها في ايه الشنط بتاعتنا، الار اس، الار ايه اس. اوكي، نوصل معاه بقى كده. يبقى هنا داخل ايه يا ولاد؟ داخل اي اس، وهنا داخل مين؟ اي جي. طبعا كده تحول الاي جي الفانو الى كارنت كبير بنسميه اي، اي بتاعت الاميتر. حلو. طبعا لو انا بتكلم على ار بتاعت الاميتر هتقول لي تايمس اوف ار اي السمشن، يعني ار جي الفانو في ار اس على ار جي بلس على ار جي الفانو بلس ار اي اس. اوكي، حلو حلو خالص. لو جالي في الامتحان راح قال لي الريشيو، النسبه بين الار اميتر الى الار جيلفانو، ار اميتر كلها الى ار جيلفانو ايكوال 1 اوفر 10، يبقى ار اميتر اوفر ار جيلفانو، ار ايه جيلفانو ايكوال وات 1 اوفر 10. فانا محتاج منك الريشيو بين الار اس اللي هي شانت ريسيستنس الى الار جيلفانو ايكوال وات. طبعا الاجابه قولا واحدا يا ولاد هتطلع 1 اوفر 9. يا سلام. طب يعني انت مستر ار اس الى ار جي الفانو 1 اوفر 9، طالما الار اميتر كلها الى ار جي الفانو 1 اوفر 10. طب ليه يا مستر؟ بمنتهى البساطه يا شباب، تعالى نبدا نحل مساله بالراحه. لو احنا بصينا مع بعض يا شباب، ار اميتر الى ار جي الفانو هي السنسيتيفيتي بتاعت الاميتر. كيف يا مستر؟ هي عباره عن الريشيو بين ايه وايه. هي يا شباب السنسيتيفيتي في اميتر، بمعنى هتبقى اي جلفانو الى اي. كيف يا مستر؟ هي انفيرسلي مع ايه؟ الريسيستنس. انت اي جي يبقى هنا ار جي، عندك هنا اي اللي معديه في الاميتر ككل، صح ولا لا؟ يبقى هنا هو ايه يا شباب؟ ار اميتر فوق، طالما هنا اي ايه تحت، مش اي جي لا اي، هي السنسيتيفيتي. يبقى السنسيتيفيتي بكام؟ 1 اوفر ايه 10. طب حلو خالص، يعني انا دلوقتي اقدر اقول ان الاي بيساوي 10 اي جي. ايوه، ده من اول كلمه هو قالها لي لما قال لي ان الريشيو بين الار اميتر الار جي الفانو 1 اوفر 10. يبقى هنا ها يا رجاله، ها يا بنات، هنقول اي جي الى اي الريشيو كام؟ هقول لك بالراحه، اي جي الى اي الاي 10 اي جي، صح؟ صح. دخل هنا هو في الجلفانو اي جي، ودي ثابته مش بتتغير. يبقى داخل هنا ها اي اس بكام؟ ب 9 اي جي. طب لما يجي يقول لي عايز ريشيو بين الار اس الار جلفانو، ار اس الار ايه؟ جلفانو. خلاص يا شباب، اعمل الايه؟ الكرنت بس معكوس، هيبقى اي جيلفانو الى اي اس، صح ولا لا؟ يبقى ار اس الى اي جيلفانو، ار اس الى ار جيلفانو. هتقول لي اي جيلفانو الى مين؟ الى اي ايه اس. ليه؟ لو انت عملت كروس ملتيبليكيشن وركزت هتلاقي ان اي جيلفانو في ار جيلفانو فرق جهد جيلفانو بيساوي اي اس في ار اس فرق جهد عبر الشنط، في جي كل في اس. عشان هو اصل الموضوع، اصل الموضوع توصيل على التوازي، بارل ايه كونكشن اوف ريسيستنس. اوكي، وبالتالي هنا ها يا شباب اي جي باي جي، واي اس بكام؟ ب 9 اي جي. وبالتالي نعمل ايه؟ نكنسل اي جي مع اي جي، تطلع كام يا شباب؟ 1 اوفر ايه 9. ونشوفكم يا اولاد بعد الفاصل، تابعونا. ثانك يو فور واتشنج ذس، كنتم مع مستر وجيه المصري.
تابعونا.